شكرا جزيلا، واسمح لي ان انا اوجه لكم جميعا كل التقدير والاحترام على المساهمات اللي انتم تناولتم بيها هذا الموضوع المهم. والحقيقه يعني انا لن اتحدث عن بالشكل اللي انتم تحدثتم فيه او بالطريقه ديت، لكن انا هتحدث عن تجربتي الشخصيه، تجربه انسان مصري مع عظيمات مصر. وعظيمات مصر هم جزء من عظيمات افريقيا والعالم. وانا لما بقول الكلام دوت مش بنحاز ومش بتكلم كلام سياسي، دي تجربتي وانا بنقلها لكم وبسمعها لكل من بيسمعني سواء كان في القاعة او حتى في مصر او في افريقيا. الارادة السياسية لا يمكن تيجي ابدا الا من قناعة، مش ممكن تبقى جاية نتيجة ان هو شيء تاني غير ان هو في قناعة حقيقية تتحول الى ارادة، وهذه الارادة تترجم الى افعال. طب ايه قصتنا في مصر؟ قصتنا في مصر قصة عظيمة جدا. احنا خلال على الاقل العشر سنين اللي فاتوا مرت بمصر احداث كثيرة جدا. زي ما يعني ما تم تناول الموضوع بواسطة الدكتورة مايا عن ان المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من اجل الحفاظ على الهوية المصرية. طب هل حد في مصر استدعى المرأة للقيام بهذا الدور؟ لا، ما حصلش. هي استدعت نفسها لحماية وطنها وحماية مش بس الوطن، كل الأجيال اللي هتيجي بعد كده. خرجت المرأة المصرية تحركت في مواجهة يعني ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا، احنا مش هنقدر نسمح بان الأمور تستمر بالشكل ده، ولابد من تغيير الواقع اللي كان تم حدوثه في مصر في ذلك التوقيت، رغم انه حدث بانتخابات. وانا بقولها عشان بانتخابات ونجاح وصول القيادة في الوقت ده بانتخابات، ونجحوا بالانتخابات صحيح، ولكن عندما تكشف لهم الامر ان هذا التوجه سيؤدي الى ضياع الدولة المصرية تقدموا، او تقدمت المرأة وخرجت بالملايين في مصر. احنا شفناهم في مصر لكن يمكن العالم ما شافش ده. وبعدين حدث تغيير في 30 يونيو، خرج اكتر من 30 من الشعب المصري. انا هكمل القصة وارجو ان انتم ما تزهقوش مني اذا تجاوزت في التوقيت، وارجو ان انتم تسمحوا لي بكده، لان انا الحقيقة لما بتكلم عن هذا الموضوع، عن دور المرأة في مصر، بتكلم عنه بتقدير واحترام واعتزاز شديد. لأن لولا هي، وأنا هكمل هي عملت إيه كمان في مصر. فحدث التغيير، الجيش لقى إن ده إرادة مصرية للتغيير، مش إرادة حد تاني غير إرادة شعب. ده كويس. محدش لاحظ ان المرأة استدعت نفسها، محدش في مصر. وبعدين يوم 24/7 بعد شهر تقريبا من الخروج ده، كانت الدنيا في مصر مضطربة جدا جدا جدا، وابتدى الخروج اللي كان من جانب العناصر ديت يدي انطباع على ان الواقع اللي موجود في مصر اللي حدث في 3/7 ده كان تغيير بالقوة. فيوم 24/7 طلبت، قلت ان انا بطلب من الشعب المصري النزول مرة اخرى الى الشوارع يوم الجمعة. يعني كان الكلام ده يوم الاربعاء الظهر، يعني يوم واحد، يوم الجمعة انا بطلب من الشعب المصري ينزل مرة تانية ويعطيني تفويض لمكافحة الارهاب والتطرف او الارهاب والعنف المحتمل. ده كان التوجيه.
خرجت المرأة المصرية بالوقت ده، كان اللي بيعرفش كان في رمضان في مصر، الناس كلها صايمة، خرجت المرأة وخدت أولادها وخدت زوجها، وأكثر من 35 مليون مصري كانوا موجودين بدون التفويض إن أنا أكمل، ولو في إرهاب أو عنف إحنا معك. أكثر من 35 مليون بلا مبالغة. وده كان الأمر الثاني اللي برضه يمكن محدش من المصريين، يمكن من المصريين خد باله منه، لكن أنا خدت بالي منه، خدت بالي منه، انتبهت للدور، وانتبهت للقدرة، وانتبهت للجدية، وانتبهت للمسؤولية اللي المرأة ممكن تقوم بيها في بلدنا في مصر وفي إفريقيا. إحنا في إفريقيا وفي مصر مش بنفس الغنى اللي موجود في الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا، إحنا ظروفنا أصعب كتير، وعشان كده دور المرأة في بلدنا أكثر قسوة وصعوبة بكتير من الدور في الدول ديت. نعم، لأن هم بيقوموا بدور كبير جدا جدا في حماية الأسرة ورعايتها. طب بعد كده جه إرهاب، يعني هيبقى في تقديم ضحايا، شهداء مصابين، سواء كان الشهيد ده زوج أو ابن أو أخ للمرأة المصرية. أنا هقول لكم في خلال الخمس سنوات اللي فاتت في جميع مناسبات تكريم أسر الشهداء لم تتقدم سيدة واحدة منهم بكلمة تشتكي فيها أو تتألم مما قدمت. إن قدمت ابنها تقول لي أنا لا مستعد أقدم ابني التاني حماية لمصر. أنا بقول كلام حقيقي والله. لو كانت قدمت زوجها يعني ما فيش أكتر من كده، ما فيش كلام. فده أمر تاني أنا انتبهت ليه في مصر، وقلت لابد إن إحنا ننتبه كمصريين لإعطاء سيدات مصر العظيمات المكانة التي يستحقونها واللي أخذوها بجدارة بجدارة. طب أكمل بقى عشان نعرف هل المرأة ممكن تشارك بدور في النزاعات، هل المرأة ممكن تشارك بدور في التفاوض، وأقول لكم طب المرأة كمان عملت إيه في مصر. لما جينا نعمل إصلاح اقتصادي، وده كان أصعب وأقصى برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق، خلاص أنا انتبهت بقى، أنا خدت بالي، فرحت أنا ناديت عليها وقلت لها ساعديني ساعديني. ساعدتني وتم تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق في مصر، ولم يخرج مواطن مصري واحد يطلب مني يقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه، لأن هي بقت خلاص بقت موجودة بفر حاجز بين الحالة الصعبة وبين التعبير عنها. هي اللي خدت الدور في مصر، السيدة المصرية هي اللي نظمت حياتها وجبهت قسوة الظروف الاقتصادية ديت، وسكتت أبنائها وسكتت زوجها على أنه يعبر عن الألم، عن الاستياء، عن الرفض. هي دي تجربتي، هي دي قناعاتي عن سيدات مصر، سيدات مصر. أنا بقول لهم مش إحنا نديكم مكانكم، أنتم تتقدموا الصفوف وتاخدوا المكان والمكانة التي تستحقونها، مش إحنا اللي بنديكم، أنتم تستحقوا ذلك. وده كلام يمكن لو يعني قد يؤلم قد يرفضه بعض الرجال، لكن لو إحنا عندنا إنصاف في نفوسنا، في عقولنا، في أحاسيسنا، في تقديرنا تجاه الدور اللي المرأة بتعمله، اللي كتير مننا ما ياخدش باله منه، إن لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.
كل الإنسانية. صحيح صحيح، موجودة الإنسانية ده الحقيقة اللي احنا عايزين نقولها لينا كلنا لبعضنا يعني. وبالتالي لما احنا وبالمناسبة بقى، في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة في المحافظة في أي مهمة، بتكون أرجو أن الكلام ده ما يزعلش الوزراء المصريين ولا دولة الرئيس ولا حاجة، فين دولة الرئيس؟ أرجو أن ده ما يزعلش. تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية، هي الأكثر كفاءة، هي الأكثر انتظاما، هي الأقل فسادا، إن ما كانتش فزة على الإطلاق، ما فيش فساد خالص. صحيح والله، أنا بقول الكلام ده لأن هي فرصة، فرصة لكم إن أنتم تشوفوا تجربة عملية حقيقية نحن عشناها في مصر وبنقولها وبنقدمها للناس عشان تستفيد منها وما تفقدش الفرصة، فرصة مشاركة المرأة وتقدمها إلى جانب الرجل فرصة وليست حاجة تانية، فرصة. أعطوا، خدوا لبلادكم الفرصة، ويتبقى شيء، يتبقى شيء. احنا الدكتورة مايا قالت، اتكلمت عن الوزراء والنواب والمحافظين. في حاجة قبل ما احب اقولها، انا ما خليتش الموضوع كله مصر، لان انا اللي بقوله ده احنا بنجري وبنسعى في افريقيا سواء في 2063 على ان ده يبقى واقع داخل افريقيا لصالح المرأة الافريقية والتي تستحق كذلك ما اقوله. لكن في مصر حاليا في نقاش، ويمكن المرأة المصرية طلبت وقفة، عملت وقفة، لان في نقاش الان حول قانون الاحوال الشخصية بيتم مناقشته في مصر، وطبعا هم متحسبين ان يبقى فيه ان الامر ده ما يكونش بالشكل اللي يحقق التوازن، يحقق الانصاف، يحقق الامان لهم. وانا بستغل الفرصة دي وبقول لهم لن اوقع على قانون لا ينصفكم، لن اوقع على قانون لا ينصف الحق، الحق. وان شاء الله انا عارف ان البرلمان ونوابه حريصين جدا جدا على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون اللي بنتكلم عليه. يتبقى شيء تاني، انا بقول الكلام ده للرجال، يعني كونوا بحق رجال، كونوا بحق رجال. الرجال مروءة، شهامة، اعتدال وتوازن، انحني احتراما وتقديرا للمرأة، انحني احتراما وتقديرا للمرأة. انا هقول لكم كلمة يعني للي ما يعرفهاش، التطرف والارهاب خلى الناس كلها تشوف الدين اللي احنا بنؤمن بيه بخوف، رغم ان الاديان كلها جاية من مكان واحد، ربنا سبحانه وتعالى والرسول الكريم يقول قبل وفاته وصيتين، واحدة منهم تتعلق بالعبادة والتانية تتعلق بالحياة. اللي تتعلق بالحياة قال فيها استوصوا بالنساء خيرا، عايزين نشوف هنعمل ايه خير عشان ننفذ هذه الوصية، الوصايا اللي هي إكرام المرأة، احترام المرأة. لما يجي النهاردة نتكلم على إن في دواعش ولا بوكو حرام ولا ده، ويجي يتقدم ويسيء للمرأة، مش عايز أقول التعبير الصعب الآخر، يسيء للمرأة ويؤذيها ويعني والله ده لا دين ولا رجولة، لا دين ولا رجولة. فأنا من هنا بقول لكل السيدات في مصر وفي إفريقيا وفي العالم كل الاحترام، كل التقدير،
كل الاعتزاز لكم، وتقدمنا وخذنا مكانكن يعني الذي تستحقونه. شكرا جزيلا.